سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك امبارح في احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، وقال سيادة الرئيس إن دي مناسبة طيبة للتأمل في جوهر ومقاصد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإننا نتخذ قدوة في الأخلاق الكريمة. وقال كمان سيادة الرئيس إن مصر بتمضي في طريق التنمية والبناء في مرحلة غاية في الأهمية، وبتركز بشكل أساسي على العمل والإنتاج. خلينا نشوف مع حضراتكم دلوقتي جزء من كلمة سيادة الرئيس. ولا يخفى عليكم أننا نمضي معا في طريق التنمية والبناء في مرحلة غاية في الأهمية تمر بها مصر، في مرحلة قوامها العمل والإنتاج بتفان وإخلاص للوصول إلى آفاق جديدة للمستقبل المنشود لوطننا الغالي، وما يتطلبه ذلك من إسهامات شعب مصر العظيم لاستكمال الطريق الصحيح الذي بدأناه، ودعماً لجهود الدولة التنموية من خلال المشروعات القومية العملاقة في مختلف المجالات على امتداد رقعة الوطن. وأؤكد لكم أن المنهج الذي يجمع بين الإيمان واليقين في الله سبحانه وتعالى والعمل المنظم والجهد المتواصل المبني على الأخذ بالأسباب بأسباب الحياة وقوانينها وتطورها لهو المنهج الرشيد الذي حرص نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على ترسيخه وبثه في نفوس أصحابه الكرام وتعليمه لأمته صلى الله عليه وسلم. كمان امبارح سيادة الرئيس تطرق في كلمته لموضوع مهم جدا، وهو خطورة بث الشائعات، وقال سيادة الرئيس إن الشائعات جريمة ضد أمن المجتمع وصاحبها آثم في حق نفسه ودينه ومجتمعه، وعشان كده يتوجب علينا جميعا أننا ننتبه إلى ضعاف النفوس اللي بيحاولوا إثارة الفتن والأكاذيب. سيدات والسادة، ما أحوجنا ونحن نحتفي بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، فنحرص على مكارم الأخلاق من الصدق والأمانة والوفاء بالوعود والمواثيق والرحمة والتكافل والتراحم، وأن نترجم تلك المعاني السامية النبيلة إلى سلوك ودستور عملي وواقع ملموس في حياتنا ودنيانا، ونبتعد عن كل مساوئ الأخلاق التي لا تليق بنا ولا بديننا ولا بحضارتنا، كما يتعين علينا أن ننتبه في ذات السياق إلى خطورة بث الشائعات، فلقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالشائعات جريمة ضد أمن المجتمع، وصاحبها آثم في حق نفسه ودينه ومجتمعه، ساعين إلى الاضطراب والفوضى، ولهذا يتعين علينا جميعا الانتباه إلى ضعاف النفوس الذين لا يسعون إلى النقد البناء بهدف التعمير والإصلاح، وإنما إلى إثارة الفتن والأكاذيب بهدف الهدم والإفساد. امبارح كمان كان في مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت، واللي منها الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اللي أكد فيه إن الدولة بتسعى دايما لتوفير السلع المختلفة في الأسواق والتخفيف قدر الإمكان من وطأة الأزمة العالمية. كمان امبارح رئيس الوزراء عمل مؤتمر صحفي اتكلم فيه عن أجندة المؤتمر الاقتصادي اللي دعا ليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي هينطلق يوم 23 أكتوبر الجاري. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، واللي بدأوا بتقديم التهنئة بمناسبة احتفال الوطن بالذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيد، وكمان حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وخلال اجتماع الحكومة امبارح قال رئيس الوزراء إن موجة الغلاء الحالية بتمس العالم كله، وبتعاني منه مختلف الدول ومصر جزء من العالم. وقال كمان إن الدولة بتسعى دايماً لتوفير السلع المختلفة في الأسواق والتخفيف قدر الإمكان من وطأة الأزمة دي على المواطنين.
امبارح برضو الدكتور مصطفى مدبولي عمل مؤتمر صحفي اتكلم فيه عن أجندة المؤتمر الاقتصادي اللي دعا ليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إن المؤتمر الاقتصادي بيتضمن دعوة 21 جهة وحجم المشاركين هيكون من 400 ل 500 مشارك. وقال كمان إن اليوم الأول للمؤتمر هيشمل مناقشة الاقتصاد الكلي، واليوم الثاني دور مشاركة القطاع الخاص، واليوم الثالث خارطة الطريق للاقتصاد القومي. كمان امبارح وجه الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لجموع المعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم واللي بيوافق يوم 5 أكتوبر من كل عام، وقال إن المعلم بيحمل رسالة من أسمى الرسالات، وإن الحكومة بتولي أهمية خاصة لملف إصلاح التعليم والاستثمار في البشر. برضه امبارح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الشائعات اللي ترددت حول إلغاء الدعم التمويني عن عدد من السلع الأساسية خلال شهر أكتوبر. المركز قال إنه الكلام ده مش حقيقي، وإن وزارة التموين مستمرة في صرف الدعم التمويني بشكل منتظم لأصحاب البطاقات التموينية بدون أي تغيير. كمان امبارح أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بحوالي 56 مليون دولار بنسبة 0.16%، ليبلغ مستوى 33.197 مليار دولار خلال سبتمبر اللي فات، مقارنة بنحو 33.141 مليار دولار خلال أغسطس السابق له. أما في جولة المحافظات ففي مجموعة برضو من الأحداث حصلت امبارح، أبرزها تنظيم النسخة الثانية للملتقى التسويقي للتمور في الوادي الجديد، وإجراء تعاقدات لتصدير أول شحنة من تمور الواحات للأسواق الروسية، كمان إطلاق إشارة البدء لبطولة أسوان للمياه المفتوحة للسباحة بعد توقفها من حوالي 40 سنة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون لتطوير منظومة النقل الجماعي، وأخبار أخرى هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الوادي الجديد اللي بيتم فيها تنظيم النسخة الثانية للملتقى التسويقي للتمور المصرية، وخلال الملتقى تم إجراء تعاقدات لتصدير أول شحنة من تمور الواحات للأسواق الروسية. في أسوان تم إطلاق إشارة البدء لبطولة أسوان للمياه المفتوحة للسباحة من أمام الممشى النهري السياحي الجديد بمدينة أسوان الجديدة، وده بعد توقفها من حوالي 40 سنة. البطولة شارك فيها 120 سباح وسباحة من محافظات الصعيد و16 سباح وسباحة من المنتخب المصري لسباحة المياه المفتوحة. في المنوفية التقى المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون بأكثر من 50 حالة إنسانية من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتم تسليمهم مساعدات مالية وحلوى المولد، وده في إطار رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر وتلبية مطالبهم وتوفير حياة كريمة ليهم. مكتبة الإسكندرية أعلنت عن تنظيم مسابقة من خلال متحف الآثار بعنوان ارسم وصور وابحث للفئة العمرية من 15 ل 20 سنة. المسابقة هتكون في الفترة من 10 أكتوبر ولحد 10 نوفمبر 2022. في الشرقية تم الإعلان عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان ل 2711 مواطن من أهالي قرية أنشاص البصل التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وده ضمن قافلة طبية تابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. في سوهاج وقع المحافظ اللواء طارق الفقي بروتوكول تعاون لتطوير منظومة النقل الجماعي داخل حدود محافظة سوهاج للقضاء على العشوائيات وتوفير خدمة داخلية مميزة لنقل الركاب. في الدقهلية وافق المحافظ الدكتور أيمن مختار على تعديل التنسيق للقبول بالتعليم الثانوي بمدارس التعليم الصناعي بإدارة ميت غمر التعليمية ل 185 درجة، وده في مدارس الثانوي الصناعي نظام 5 سنين ونظام 3 سنين. في بورسعيد عقد المحافظ اللواء عادل الغضبان اجتماع لمناقشة مشروع تطوير المدخل الغربي لمدينة سلام مصر أو شرق التفريعة، ووجه المحافظ بالبدء في تنفيذ ساحة انتظار بالمنطقة على أعلى مستوى، وكمان إقامة حارة للمشاة ونقطة تفتيش. في شمال سيناء افتتح المحافظ اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشا مدرستي الوحشي وأبو رفاعي الابتدائية بإدارة الشيخ زويد التعليمية. في الغربية تم إطلاق الحملة القومية لتحصين الماعز والأغنام الصغيرة ضد مرض طاعون المكترات بجميع قرى ومراكز المحافظة، وده حفاظاً على الثروة الحيوانية اللي بتمثل جزء من الأمن الغذائي المصري.